السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله وفيك. والله حضرتك بالنسبة للمسجد أو الوادي بتطلب الوضوء يعني، فإذا حل وقت الصلاة فهل يلتزم وضوء واحد أم وضوءين؟ وجزاك الله خير. لا، وضوءا واحدا تغسل العضو والذي أصاب البدن أو الثياب من هذا الشيء، وبعد ذلك تتوضأ وضوءا واحدا للصلاة. بارك الله فيكم.